اوكي لو حضرتك بتصلي ورا الامام ايا كان الامام ابنك او زوجك، لان ما ينفعش انت الامام. لو كان ابنك او زوجك فلو انت ما نطقتيش خالص صلاتك صحيحه 100%. انا بقوم العيال الصغيرين يعني ما ينفعش. ليه؟ لا ما تقوميش الذكور ابدا. عيال طيب ما تقوميش الذكور. سمعتي ولا ايه القصه؟ عيال ده دين. لا ثواني بس، لا مش مزاج بقى. ثانيه بس هسالك سؤال. اقول ايوه مين انا دلوقتي واقفه وبعلمهم. ما تأميش الذكور، بعلمهم. تأم الاناث لكن لا تأمين الذكور. طب والعيلين ما مش متعلمين عندهم كام سنه؟ صغيرين. ما برضك ما تأميش الذكور، تأم الاناث. ولما تأم الاناث والحبه اللي انا أمتهم فيهم دول يروحوا فين؟ يعني خلاص غفر ربنا الله. ان شاء الله غفر يعني الله لهم. ما هو ما تعلموا مني، ما بيتعلموش غير وانا واقفه بصلي جنبهم. بصي بصي يا ست دعاء، احنا عندنا في الاسلام احكام، الأحكام ما ينفعش نتعدها. فالمرأة لا تجوز إمامتها إلا لمعشر النساء أو البنات، وحتى في الإمامة لها أمور معينة لا تتقدم عليهم. طب ينفع يبقى ما تبقاش نيتي إن أنا أبقى إمام، نيتي بس بيتعلموا بس الصلاة؟ أعلمهم في غير الصلاة، أعلمه كده، أقول له حمادة إحنا بنعمل كده وبنقول كده ونصوم كده، لكن أوقفه جنبي وأصلي بيه إمام لا. قعدت انا بقالي بقى 10 ايام بصلي بالعيال امام، اعمل ايه؟ يا ستي على راسنا ال10 ايام يسقطهم من الحساب. ان شاء الله يا رب كده يتقبل بقى، بعلمهم نيتي لتعليمهم. يا رب خلاص يا رب يتقبل يا رب. خلاص آه. طيب نسيت الفاتحه بقى. ها نسيت الفاتحه وانت راكعه تقومي تجيبيها، يعني خلاص انت ركعت اهو هتقومي تجيبيها، ورفعت من الركوع وسجدتي تقدري تقومي تجيبيها. يعني اقوم اجيبها؟ تقوم اهو 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 شايفة كده حضرتك؟ الله أكبر، أنا ناسي الفاتحة. افتكرت إن أنا نسيت الفاتحة، أقوم رافع كده بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أقوم عاملة واسجد للسهو. أقعد ولا هتقومني تاني؟ ما هو بنتعلم. طيب حاضر، واسجد للسهو. طيب صلي على الحبيب بقى. عليه أفضل الصلاة والسلام. ركزي بقى في الحتة دي قوي. قول. خلاص؟ طب افرضي عدى السجود بقى، السجود خلص، سجدت أهو ورفعت من السجود وانا ناسي الفتحة اصلا. ركزي. فلما وقفت للركعة التانية افتكرت ان انا نسيت الفتحة بتاعت الايه؟ الركعة الاولى. انت في الركعة الكام دلوقتي؟ التانية. لا بقت الاولى، بطلت الركعة مش بطلت الصلاة. بطلت ايه؟ الركعة. الركعة بس هي اللي بطلت مش الصلاة. يبقى ايه؟ بدل ما انت في التالتة هتبقى في التانية، وبدل ما في التانية بقيت في الاولى. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نفس القضية دي في الأركان. في الإيه؟ في الأركان. بما إنك فتحت ملف الصلاة بسرعة، إحنا عندنا إشكالية. لو أنت بتصلي ورا زوجك وبعدين أنت في المطبخ استناني هاجي أصلي معاك، فهو مش فاضي عارف يومك بسنة، فالراجل ركع، عندك مشكلة وعندنا كلنا، هو راكع أهو هو خلاص، فأنت تيجي عشان تلحقيه عشان إيه؟ خلي بالك قبل ما تفوتي كراكة، الله أكبر. بطلت صلاتك. ليه؟ أيوة لأنك حضرتك ما دخلتيش بالمفتاح للصلاة. أنت اللي كبرتيها دي اسمها تكبيرة الانتقال للركوع. أمال بندخل نعمل إيه؟ الله أكبر تكبيرة الإحرام الأول، وبعد الله أكبر تكبيرة الانتقال للركوع. خلينا بعد رمضان، إيه رأيك نفتح ملف الصلاة؟ طبعًا. خلاص ان شاء الله. ان شاء الله كده ماشي. خلصتوا الحلقه او ما مشي؟ خلصنا الحلقه. طب ما مشي الله يسامحك، خليك قاعد معانا شويه فاضل الشيخ. فاصل قصير ونعود لحضرتك.